بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أجواء شديدة الحرارة نهاراً مائلة للحرارة ليلاً، والرياح هتكون نشطة على القاهرة والوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك أستاذ هالة وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك. يعني كنت لسه بقول لزميلي مصطفى هنا في الاستوديو، بعد ما كنا بدانا نحس شويه باجواء لطيفه وبدايه الخريف، رجع الجو تاني حر، فالموجه الحاره دي هتنتهي امتى؟ خلينا نقول في البدايه طبعا ان دي تعتبر هي الشيء الطبيعي او الامر الطبيعي بالنسبه لطقس سبتمبر. بتكون المفترض فيه ان الاحوال الجويه افضل حالا من الشهور اللي قبله، سواء من اغسطس او يوليو، لكن احنا دايما بنقول لا نأمن شهر سبتمبر ابدا، لان دايما وان كانت فيه المعدلات الطبيعيه لدرجات الحراره المفترض انها معتدله نسبيا، لكن لا يخلو ابدا من بعض الارتفاعات في درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه، وبتكون طبعا ارتفاعات مؤقته زي اللي بنشهدها حاليا. احنا بالفعل بنشهد موجه شديده الحراره بارتفاع كبير في درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه، سجلت فيها العظمى على القاهرة بالأمس 40 درجة مئوية، وكمان العديد من مناطق الجمهورية بالأمس سجلت 40 ويمكن أكثر من 40 درجة مئوية. فنقدر نقول إجمالا أنه بالأمس كان ذروة هذه الموجة شديدة الحرارة. لو كلمنا عن اليوم تحديدا، درجات الحرارة فيه أقل من الأمس بمعدل درجتين لثلاث درجات تقريبا على أقصى تقدير، وبالتالي بشكل تدريجي من اليوم وحتى اليوم وغدا هتكون انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة، وإن ظلت الأجواء معها شديدة الحرارة. لكن يمكن الشيء المميز في الحالة الجوية شديدة الحرارة اللي بنشهدها حاليا هو إن نسب الرطوبة مش عالية بالشكل الكبير زي اللي كنا بنشوفها في الموجات شديدة الحرارة في الشهور السابقة. وبالتالي بالامس لما سجلت القاهره 40 درجه مئويه احنا شعرنا بيها بالفعل كانها 40 او يمكن 41 درجه مئويه. اليوم متوقع ان العظمى على القاهره في حدود 37 ل 38 درجه مئويه، برضو اجواء لا زالت شديده الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه. معانا الرياح كمان معتدله نسبيا على اغلب مناطق الجمهوريه، بتنشط احيانا خاصة اليوم خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري زي ما حضرتك أشرت في البداية. يمكن النشاط ده ما كانش موجود بالأمس، وكان من ضمن أهم العوامل اللي ساعدتنا بشكل كبير على الإحساس بارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكن اليوم خلال ساعات المساء ممكن نشاط الرياح النسبي ده وإن كان مش نشاط قوي هيحسسنا شوية باعتدال الأجواء هذه الليلة عن الليلة الماضية، وإن ظلت الأجواء طبعا شديدة الحرارة خلال ساعات النهار مائلة للحرارة خلال ساعات الليل. الجمعة هتكون درجات الحرارة أقل من اليوم بمعدل درجة أيضا، فهو يعتبر انخفاضات تدريجية لكن معها الأجواء شديدة الحرارة، عشان كده بنقول إن الموجة شديدة الحرارة دي مكملة معانا حتى غدا الجمعة إن شاء الله بارتفاعات كبيرة على أغلب مناطق الجمهورية. يعني نقدر نقول يا دكتور محمود إن من بداية الأسبوع إن شاء الله هيبدأ الجو يتحسن؟ بإذن الله ده المتوقع، إنه من يوم السبت هتبدأ درجات الحرارة تعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية لشهر سبتمبر، اللي هي بتكون ما بين الـ 34 لـ 33 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهيبدأ الانخفاض يمتد بشكل تدريجي علشان يشمل كافة مناطق الجمهورية. اليوم تحديدا نقدر نقول إن انتهت الموجة شديدة الحرارة على السواحل الشمالية، السواحل الشمالية تحديدا الشمالية الغربية زي اسكندرية ومطروح، شهدت بالأمس وأول أمس ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، لكن اليوم بدأت تتغير الكتل الهوائية اللي بتأثر على السواحل الغربية عن باقي مناطق الجمهورية. فاليوم وإن ظلت الموجة شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، لكن السواحل الشمالية بدأت تعود عليها درجات الحرارة حوالين 30 إلى 31 درجة مئوية، وإن شاء الله زي ما حضرتك ذكرتي كده على بداية الأسبوع اللي جاي هتكون الأجواء معتدلة تماما، أو مش هنقول معتدلة، بدأت تتحرك الموجة شديدة الحرارة تماما عن كافة مناطق الجمهورية، ونعود مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية، انخفاض يوم السبت بمعدل 3 لـ4 درجات على كافة مناطق الجمهورية، مع استمرار نسب الرطوبة العالية على أغلب مناطق الجمهورية خاصة خلال ساعات المساء. يمكن كمان اليوم تحديدا في احتمالات ضعيفة لحدوث بعض الأمطار
الخفيفة على مناطق متفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري زي اسكندرية ومطروح واسكندرية عفوا ودمياط وبورسعيد وبعض محافظات الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية. دي أمطار خفيفة يعني مش مؤثرة خالص. إن شاء الله أمطار خالص. خفيفة باحتمالات حدوث ضعيفة برضه. طيب يعني حضرتك قلت لنا ما نثقش قوي في شهر سبتمبر، متوقع كده يبقى في موجات حارة تانية؟ طبعا ده امر متوقع، لكن لو اتكلمنا انه من يوم السبت وعلى مدار الاسبوع القادم الخرائط بتشير انه هتظل درجات الحراره حول معدلاتها، هتفضل حوالين ال 33 ل 34، لكن بالضبط احنا لا نامن شهر سبتمبر ابدا، ممكن خلال الفتره المتبقيه من سبتمبر حتى بعد البدايه الرسميه لفصل الخريف وارد جدا نشهد بعض الموجات شديده الحراره، لكن بوجه عام بتكون في نهايه سبتمبر او مع البدايه الرسميه لفصل الخريف احتمالات حدوث ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، الاحتمالات موجوده لكن طبعا بتكون اضعف من الاحتمالات اللي بتكون في بدايته، لان متوقع ان شاء الله فصل الخريف يبدا يوم 22 من الشهر الجاري، لكن دايما بنقول انه مش معنى البدايه الرسميه لفصل الخريف ان تتحول الحاله الجويه، لان مش شرط ابدا ان البدايات الفلكيه للفصول تتزامن مع البدايات المناخيه. طيب ونصائح بقى هيئه الارصاد بالنسبه لكل الحاجات اللي حضرتك اشرت اليها دي؟ طبعا عادت التحذيرات الارصاد الجويه من تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره، لان الاجواء مشمسه تماما على اغلب مناطق الجمهوريه ما عدا السواحل الشماليه اليوم اللي عليها اجواء غائمه بشكل جزئي، وبالتالي بنحذر من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره طويله خاصه خلال فترات الظهيره، شرب كميات كبيره من الميه والسوائل على مدار اليوم كله سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل، التواجد دايما او الحفاظ دايما على التواجد في اماكن جيده التهويه، وطبعا بدانا بقى ندخل في مرحله التغيرات اللي بتحصل في الحاله الجويه من يوم للتاني او يمكن على مدار اليوم الواحد، يعني بالامس واول امس على سبيل المثال السواحل الشماليه الغربيه تحديدا كانت عليها ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، اليوم انخفضت بمعدل كبير فيها درجات الحراره، فالتقلبات الجويه دي بناء عليها بنحذر المواطنين وبننصحهم دايما بالمتابعه اليوميه للنشرات والتحذيرات الجويه اللي بتصدرها هيئه الارصاد الجويه. أكيد طبعا، وإحنا بنتابع مع حضراتكم بنشكر حضرتك دكتور محمود الخياطي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض كده دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع أن القاهرة العظمى فيها تكون 37 والصغرى 27، وده نفس درجة الحرارة اللي في العاصمة الإدارية، العظمى 37 والصغرى 27، الإسكندرية 32-24 والعلمين الجديدة 31-24، مطروح 29-23 ودمياط 32-26، بورسعيد 33-26 والإسماعيلية 38-27، السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26 والعريش 36-25، أما كاترين 32-18 وطوبة 36-27، حلايب 36-29 وشلاتين 41-28، شرم الشيخ 40-29 والغردقة 41-29، الفيوم 40-25 وبني سويف 40-24، الوادي الجديد هتكون العظمى فيها 42 والصغرى 24، أما أسيوط 41-25، سوهاج 42-26، أيضا إنا 42-26، الأقصر 43-27، وأيضا أسوان 43-27، ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.